يقول: يوجد بعض المدرسين عندنا في بلادنا يقررون لنا قاعدة، وهي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه قاعدة باطلة، قاعدة باطلة وجائرة في نفس الوقت، وربما أن من يقول هذه الكلمة ما فهم فهما جيدا، وإلا لو فهمها وعنده شيء من التعظيم للسلف ولا سيما صدر الأمة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. من هذا الذي يقول إن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة يدخلون دخولا أولية، فهم أعلم الأمة بدين الله. كيف يجرؤ من يعرف الصحابة ويعرف مقام الصحابة وقدرهم أن يقول الخلف أعلم من الصحابة؟ وأعلم من الصحابة في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات الذي هو أشرف العلوم. أعلم من الصحابة في باب الأسماء والصفات الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. فالواضح أن من يقول هذه الكلمة إما أنه لم يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا، أو أنه لا يعرف مقام الصحابة معرفة صحيحة، وكل من الأمرين خطير. فهذه كلمة باطلة ولا يجوز أن تقال، ومن يقول هذه الكلمة ما عرف مقام الصحابة. والحق أن مذهب الصحابة، مذهب السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أسلم وأعلم وأحكم، وجميع أفعال التفضيل في المعاني الصحيحة أردفها في هذا المقام وأنت مطمئن. وأما من سواهم إن كان عندهم خير، من سواهم من الخلف إن كان عندهم من خير فقد وصلهم من طريق الصحابة، وإن كان شر فهم حريون به. نعم.